اوكي نرجع نعيد الموضوع. هاي تاني مرة بصور فيديو اليوتيوب. للناس اللي على اليوتيوب، الفيديو عن هل انت طريقة تنظيمك ليومك احسن طريقة؟ عشان تعرف الاجابة هاي، اذا انت بتيجي بدك تضيف اشي على يومك، هل انت بتصعب هذا الاشي ولا بسهولة بتضيفه على يومك؟ خليني اوريكم انا كيف اكتشفت، مع اني انا من الناس اللي بنجز كتير بيومي، من الناس اللي بتعامل مع يومي بطريقة منيحة، لسه دائما في مجال للتطوير. حتى الناس اللي هم مثلا بعتوا نصائح زيي، لسه حتى احنا ناس بنقدر نطور من حالنا. يومي العادي، خليني اكتبه على هاي الجهة. يومي العادي اساسه وجزء كتير مهم فيه اللي هو جزء التيك توك، اللي هو اني انا انزل فيديوهات على التيك توك. بنزل مرات فيديوهين، ثلاثة، ستة، ثمانية، ايش ما كان. بس فكرة اني انزل فيديو مش بسيطة، يعني مش اني بس بنزل فيديو، لا، لازم اول شيء اصور، كان نكتب لا، اول شيء لازم افكر انه شو بدي انزل. هون مثلا افكار، بعدين تصوير، بعدين اديتنج، بعدين رسائل. اوكي، هيك اظن اوضح. ممتاز، هيك اوضح. هنا خلينا نتأكد إذا اليوتيوب واضح عندكم. ممتاز ممتاز، هذا الآن ممتاز. أوكي، فهذول الأشياء الأساسية اللي أنا كنت بعملهم. يومي كيف كان شكله؟ يعني صار له هيك شهرين تقريبا. ببلش هون، هلا ببعد لكم اللي مش شايف، بس أعطوني دقيقة. ببلش على 8 الصبح، أو خليها 8 او 9، هيك مثلا عملها 9. خلينا نقول انه انا بحب اخلص شغل على الساعة 7 مساء، يعني بعد السبعة خلص راحة. من التسعة للاثناش في عندي شغل، اشياء تانية بحب اسويها، مش بس السوشيال ميديا، مش بس التيك توك. بس من اثناش لقول خمسة ستة، هذا كله هدول الثلاثة بياخذوا هذا الجزء. كل يوم تقريبا من ال 12 لل 5 6 يا اما بفكر، يا اما بصور، يا اما بعمل اديتنج. اذا بتنتبهوا على فيديوهاتي، معظم المرات انا فيديوهاتي بتنزل 5 5 ونص 6، مرات اذا بكون مصور بدري ب 4. بس شايفين هذا الجزء كان هو ماخذ هذا الكميه من يعني كميه كبيره من الوقت. اكتشفت انه هذا الشيء مش يعني هذا يمكن مش هاي مش احسن طريقه انا اني اشتغل فيها بيوم. فشو قررت اساوي؟ ومش انا قررت اسوي هاي الشغله بسبب الحاجه. امبارح واليوم وبكره حنزل فيديوهات انا صورتها يوم الاحد. يعني انا امبارح واليوم نزلت فيديوهات مش مصورها اليوم، انا مصورها من يوم الاحد او يوم الاثنين. ليش؟ لاني كنت عارف انه انا حكون كتير مشغول، ومستحيل مستحيل مستحيل اقدر اصور. يعني اليوم نو واي اقدر اصور، امبارح نو واي اني اقدر اصور، بكره متاكد ما حقدر اصور. فما استخدمت هذا الاشي عشان اني اقنع حالي انه ما بدي خلص، ما مش مشكلة، ما بنزل لثلاث ايام. ما انزل لثلاث ايام هذا بالنسبة لي شيء كتير كبير، لانه انا الحمد لله يوميا في عندي انا نمو في القناة، يوميا في ناس جديدة عم تتعرف علي. فكل واحد من هدول الايام انا اذا هيك بستهتر فيهم حيروح علي كتير اشياء، وانتو لازم تعاملوا الحياة بنفس الطريقة. حاولوا انكم ما تقولوا ما عندي وقت، اذا انتو عارفين انه والله حيكون في اسبوع صعب في دراسة، حيكون في ويكند مثلا والله في مخطط حلو ما حدرس فيه، ادرس بدري، حضر بدري. شو عملت؟ هذا اليوم العادي، اوكي؟ هذا اليوم العادي. شو قررت اساوي؟ يوم الاثنين مرة ثانية عندي هون 9 الصبح، هلا بوسع للناس اللي مش شايفين، ثواني بس. 9 الصبح، بعدين هون صارت 11، مش 12، صارت الساعة 11. فمن 9 لل 11 عملت شغلي العادي اللي هو قبل التصوير، زي أي يوم تاني. من ال 11 لقولوا مثلا 6 ونص، 6 ونص عملت هاي الأشياء. بس هدفي ما كان اني انا اصور فيديوهين ثلاثه. انا هون بهاي الايام العاديه كنت في بالي دائما، كنت اصحى ان شاء الله اليوم بدي اصور ما بين الفيديوهين او ثلاث فيديوهات. اليوم بهذا اليوم صحيت انا قلت بدي اصور 12 فيديو. 12 فيديو يعني ثلاث فيديوهات لمده 4 ايام، صح ولا لا؟ صح. تخيلوا
اني لاني صحيت وحطيت في بالي ان انا حصور 12 فيديو، انا مستعد لهذا المستوى من الانتاجيه من ال 11 لل 6 ونص خلصتهم، صورت كلياتهم، فكرت وصورت، اللي هم صراحه هذول اكثر اثنين بياخذوا مني وقت. الاديتنج كثير بسيط وكثير سريع، زي ما انتم شايفين فيديوهاتي مش انه فيها اديتنج خرافي، لا كتابه وهذا. هذول اكثر شيء لانه انا مش اي فكره بنزلها. اذا انتم بتلاحظوا الحمد لله انا فيديوهاتي مستواها منيح، لانه مش اي فكره بنزلها، ولما افكر بالفكره لازم افكر كيف بدي اعرضها. غير هيك لازم الاقي المعلومات المناسبه من المواقع المناسبه، مش اي موقع. يعني مش اي موقع لاي معلومه، يعني بعتمد. طريقه التصوير، الحكي اللي انا بحكيه بدير بالي شو بحكي، بخاف، مش بخاف عشان ما اجرح الناس، ما يعني ما والله في يمكن بعض الحضارات المعينه بتفهم كلامي غلط. فلا التصوير بياخذ جزء. بس اللي انا بدي احكي لكم اياه، اللي انا بسويه من ال 12 لل 5 بيوم عادي او 12 لل 6 بيوم عادي، عملته من ال 11 لل 6 ونص وعملت اربع اضعافه. هون بصور انا فيديوهين يمكن ثلاثه، هون صورت 12 بالعدد بدون مبالغه 12. بعدين على السبعه كملت يومي زي ما بسوي بهالايام العاديه. هلا شو الحلو في الايام الثانيه؟ هذا الجزء من يومي، يوم يعني انا صورت يمكن هذا الشيء عملته يوم الاثنين، ثلاثاء او خلينا نقول اربعاء، خميس، جمعه، السبت، اربع ايام، هذا الجزء من يومي صار فاضي فارغ. هذا الجزء سهل اني انا اعمل فيه اللي بدي اياه، هذا الجزء مثلا ممكن احركه هون، ممكن احركه بدري. بس اللي انا بدي احكي لكم اياه، صار عندي انا نفترض انه مثلا من 9 لل 11، صار عندي من ال 11 لل 7 بقدر اسوي فيه اللي بدي اياه. لسه بنزل فيديوهات على التيك توك، لسه في عندي نمو على التيك توك، بس هلا بقدر اسوي شغلات ثانيه هون، ممكن اخذ كورسات، ممكن اعمل شغل ثاني، ممكن انا يكون عندي وقت اكثر ارد على المسجات الى اخره. فهاي الحركه، يعني انا النقطه اللي بالاخير بدي اوضح لكم اياها، الواحد لازم يحضر قبل بوقت. انت عارف حالك حتكون موجود، سوري، انت عارف حالك حتكون مشغول، حضر قبل بوقت، ما تستنى لاخر لحظه وتقول ما عندي وقت وانزنقت. احنا بشر بنعرف، بنفكر، بنشوف. ما عمره بحياته امتحان طلع لك بنفس اليوم، لا، الامتحان على الاقل حد بيقول لك مثلا والله عندك اسبوع، طب ممتاز اسبوع، خلينا نرتب اموري. انا لو بهذا اليوم، يعني انا مثلا لو قلت لي انه والله حتصور 12 فيديو بيوم واحد كنت حقول لك لا. بس الواحد لما يصحى ويفكر، انا على فكره صورت، فكرت وصورت، والاديتنج بعمله بخمس دقائق 10 دقائق الليل اللي قبل، يعني مثلا الفيديوهات اللي نزلتها اليوم امبارح بالليل عملت لها اديتنج 10 دقائق اخذت مني. الفيديوهات اللي نزلتها امبارح قبل امبارح 10 دقائق عملت لها اديتنج على السريع، فيديوهات بكره بس اخلص 10 دقائق بعملها اديتنج وبنزلها. شيء سهل كثير، بس من قبل بالساعات واقعد، وصراحه متعب، تفكير تصوير اديتنج، تفكير تصوير اديتنج، متعب متعب، وقاعد على التليفون طول الوقت. هلا عم بنجز اكثر، بصور وبعمل اديتنج وهذا كله اكثر، وبقدر اشتغل على شغلات ثانيه انا حابب اشتغل عليها. مستوى الانتاجيه ممتاز الحمد لله، مستوى الفيديوهات لسه منيح، المواضيع لسه منيحه، الدراسه اللي انا بعملها الحمد لله منيحه، كله تمام. فاللي انا بدي احكي لكم اياه من هلا وطالع، ما بدي واحد منكم يحكي ما عندي وقت. انا لو قلت لي مثلا بالايام هاي محمد سجل في كورس، تعلم شيء جديد، هقول لك مستحيل ما عندي وقت. انا بخلص، انا بحب اخلص يومي اللي هو شغل على السبعة، هون ما بقدر ادخله بوعدك، وهون صعب تصويره هيك. فانا ايش اللي عملته؟ خصصت يوم واحد بالاسبوع، حصير اخصص يوم واحد بالاسبوع اعمل فيه هذا الشيء، اصور فيه كل فيديوهات الاسبوع او اكبر عدد من فيديوهات الاسبوع. في الايام الثانيه عندي الجدول فاضي بعمل فيه اللي بدي اياه. اعملوا هيك نفس الشيء. في ناس بتقول لي مثلا بدي العب رياضه بس ما عندي وقت. ليش ما عندك وقت؟ خصص يوم من الايام تلعب او تدرس فيه اكثر من اللزوم عشان في الايام الثانيه يكون فاضي. بس ايش الفكره؟ انتبهوا على هذا الموضوع كثير منيح. مستوى التركيز، خلينا نقول الكواليتي، او اللهم صل على سيدنا محمد، ايش الكلمه؟ الجوده بتاعت الشغل لازم تضلها عاليه. فيديوهاتي مش مبين ان انا مصورها من يوم الاحد، اني انا مستعجل بس عشان اصور، لا، مبين ان انا صورتها بنفس اليوم زيها زي اي فيديوهات ثانيه، ما بتحس بالفرق. لازم جودتك بالدراسه، بالشغل المسبق،
جودتك بدها تضلها جوده عاليه عشان انت تستفيد. يعني انا لو هون قررت اصور 12 فيديو حكي فاضي ما استفدت، ما استفدت. ليش انزل انا اذا حنزل حكي فاضي، اذا حنزل حكي ما حيفيد الناس، اذا حنزل فيديوهات ما حتوصل حدا. نفس الشيء انت شو استفدت انك انت هيك عجقت ودرست وعلى الفاضي؟ فالجوده لازم تضلها عاليه. خليني اكتب لكم اياها، لازم خلينا نكتبها هيك عشان كل حد يقدر يشوفها. سامحوني طولت عليكم، بس هذا موضوع كثير مهم. بالذات اي حدا بيسالني محمد نصائح دراسه مش دراسه، نصائح للناس اللي في المدرسه في الجامعه، هاي اول نصيحه، بدك تعرف كيف تستخدم وقتك صح. بالمدرسه بالجامعه انت شو ما كان حياتك مش بس دراسه، مش بس دراسه. كثير ناس بتقول لا محمد كيف دراسه، انا الحمد لله رحت درس جامعه، تخرجت بدري، تخرجت بتفوق ومن تخصص صعب. وانا ما بحكي هيك عشان افتخر، انا بحكي هيك عشان احكي لكم انه هذا الموضوع بيشتغل، هاي نصائح بتشتغل. والحمد لله مش بس متفوق، الحمد لله انا طلعت من الجامعه صحتي احسن من قبل ما دخلت من الجامعه، لعبت رياضه كثير اكثر مما لعبت قبل الجامعه، درت بالي على اكلي اكثر من الجامعه، شغلاتي قرات كثير اكثر من لما كنت قبل الجامعه. كل شيء ايجابي كنت اسويه قبل الجامعه بس خرجت من الجامعه كنت اسويه احسن. هذا دليل على انه حياتي ما كانت بس دراسه، هذا دليل على انه انا في الجامعه سويت كثير شغلات غير الدراسه. فاول شيء لازم واحد يكون عنده التحضير او النظره المستقبليه، ايش يعني هاي؟ هذا اول شيء. يعني انت لازم تكون على الاقل شايف اسبوع اسبوع ونص لقدام، هل في اشي ممكن يعطلني او يقف قدام مساري؟ اذا ثاني اشي التحضير الذهني، التحضير الذهني، بدك تكون مستعد انه في يوم من الايام انت حتشتغل شوي زيادة عن اللزوم، او حتشتغل شوي اكتر مما انت بتشتغل عادة، اشي طبيعي. زي ما وريتكم هذاك اليوم اللي صورت فيه 12 فيديو، انا مش كل يوم اصور 12 فيديو، بس هذاك اليوم كان اساسي عشان بقيه ايام الاسبوع اكون عايش مرتاح واني اضلني محافظ على المستوى اللي انا بحب. هذا التحضير الذهني، بدك تكون محضر حالك لما تكون جاهز حتصحى يوميتها وانت مستعد، كون جاهز وقول انا ان شاء الله حستغل هذا اليوم عشان يفيدني. ثالث شيء الحفاظ على الجوده، حفاظ على الجوده، هذا كثير مهم، كثير مهم بالدراسة وبالشغل وبالتصوير وإيش مكان، بدك تحافظ على الجودة العالية وإلا ما حتستفيد لا من هاي ولا من هاي ولا من هاي. وأربع إشي الاستمرار. للأسف كثير ناس بتعمل هاي الشغلة مرة وبتحس حالها الحمد لله انبسطت خلصنا، لا، الشغلة أنت بدك تضلك مكمل. والحلو لما تتعودوا على هاي الأشياء حتصير معكم طريقة طبيعية، حتصيروا انتم متعودين على هذا الاشي، حتبطلوا تفكروا فيه، حيصير اشي تلقائي، حيصير انتم كل ما يكون في اشي عندكم لقدام تقولوا اوه خليني احضر حالي، والله احنا طالعين مع العيلة في هذا اليوم خليني احضر حالي عشان هذاك اليوم اكون جاهز اني انا ما ادرس، عشان اكون جاهز ان هذاك اليوم ما حاشتغل، عشان اكون جاهز هذاك اليوم ما بدي اصور. فحيصير هذا الاشي تلقائي، بس بالبداية لازم احنا نتعود على هاي الاشياء، اوكي؟